السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد مميز جدا، شاليه أرضي بمدخل خاص وحديقة خاصة تراك كامل بيه، عمارة عندي ممتازة جدا وعلى بعد خطوات من البحر والشارع العمومي، تصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل. عندي هنا دي الواجهة، له مدخل خاص بيه. على شمالنا هنا موجود عندنا الفرندا كبيرة ما شاء الله، موجود فيها كنب من الطوب الفرعوني ومجلدة عندي هنا من الطوب الفرعوني، وقصادنا هنا الحديقة الخاصة بالشاليه والتراك الكامل بطول الشاليه. شواية عندي برضو هنا من الطوب الفرعوني، الشبابيك كلها عندنا هنا عليها حديد زيادة أمان. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. أول حاجة بتقابلني هنا عند ريسبشن كبير ما شاء الله، متقسم عندي تقسيم قطعتين ومتشطب كمان كويس جدا جدا، تشطيب جبسون بوردو ديكورات عندنا هنا سي ان سي. على يميني هنا موجود القطعة التانية من الريسبشن، وصلنا على طول هنا موجود عندنا مطبخ أمريكاني، ده المطبخ عندي هنا من الداخل. عدد الكهرباء الخاص بالوحدة بتاعتنا، وعلى شمالنا هنا طرق التوزيع بتدخلنا على غرف النوم والحمام. على شمالنا برضو هنا موجود عندي أول غرفة نوم، تشطيب عندي تشطيب ممتاز جدا جبسون بورد، وعندي هنا موجود الحمام. بعد منه شرطة موجود عندنا هنا الغرفة التانية، ممتاز جميل جدا جدا ما شاء الله. بكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهارده من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شاليه مميز جدا في موقع ممتاز على بعد خطوات من البحر والشارع العمومي، يصلح للسكن الدائم طول العام، مسجل في جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والسكن والتعمير، وكامل العداديات كهرباء ومية، وزي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشاليه 125 متر، السعر 570 ألف جنيه كاش. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.